العائلة الصغيرة ولا الكبيرة ولا الأصدقاء ديالو، كلهم ساكن، كل شيء مصدوم، كل شيء من هذه الفاجعة هذه اللي ضربتنا احنا كاملين. انت واحد من تيق هذا الخبر هذا وهذا النبأ هذا ديال الوفاة ديال السي محمد، اللي هو خبر اللي هو مؤلم بزاف ومؤسف بزاف، حتى بالطريقه اللي تلقاو بها اللي لقاو بها السي محمد كيحس فهمتي محزنه بزاف بزاف بزاف. وهي القصه ديالو بدات نهار الاثنين، الاختفاء ديالو بدا التليفون ديالو طفى مع الثلاثه دونك من هنا، لانه حنا كنعرفوا السي محمد، حنا العائله ديالو كنعرفوا انه ما يمكنش التليفون ديالو يطفى، لانه هذا الشيء كيتعلق بالعمل ديالو، التليفون ديالو كيبقى خدام 24 ساعه على 24 ساعه. دونك من تما بدات القصه ديال الاختفاء ديالو. وهو تاجر في المجال، وعنده شركه ديالو، كيدير التجاره ديالو، كيمارس التجاره ديالو بحالو بحال التجار. ما عنده أصدقاء ديالو بطبيعة الحال، عنده أصدقاء ديالو، عنده بنية ديالو، عنده العائلة ديالو، إنسان خلوق طيب مع الناس كاملين، ما عنده مشاكل، ما عنده عداوة مع أحد. التجارة ديالو في غادية مزيان. تلقينا هذا الخبر هذا ديال الفجعة هذه اللي حلت بينا وبسي محمد. بطبيعة الحال كان مسكين غادي، كان بصدد انه غادي مسكين غادي يشجع المنتخب الوطني، نشرته نيات تقدى الراية الوطنية حتى هي غادي بها مسكين، وكان ناوي انه يدير الماتش الاول ومن بعد يمشي يدير واحد العمرة. فإذا بها انت كتشوف هذا النبأ هذا ملي كتشوف واحد الشخص اختفى، والا كتقول هذا السيد هذا فين مشى، راه ماشي فهمتي ماشي شي حاجه اللي هي بسيطه، ماشي شي حاجه اللي هي سهله، انه واحد الشخص ما بين ليله ونهار اختفى فجاه بحال هكا، راه صعيبه بزاف، صعيبه. وهو اخر واحد اللي تلقى معاه هو هذاك، هو مشى كان غادي يجيب من عنده شي، كما سمعت انا غادي يجيب من عنده شي فلوس. من بعد ملي مشى عنده التليفون تقطع، دونك هنا كتكون واحد العلامه ديال استفهام، ما العلاقه ديال هذا الاختفاء مع السيد. دونك هنا فين طرحت لينا حنا شكوك، طرحت لينا بزاف ديال الاسئله. فهاد الشيء اللي كيقولوا الرقم المالي كان كبير، فهمتي عترة معامله تجاريه ما بينه وما بين المجرم هذا السفاح هذا. وانا كنبغي نشكر من هذا المنبر هذا، كنبغي نشكر الامن الوطني والشرطه، الفرقه ديال الشرطه القضائيه حتى هي مشكوره من هذا المنبر، والناس ديال لا دي اس تي والناس ديال النيابه العامه حتى هو من هذا المنبر هذا، اللي قاموا بجهودات جباره في ظرف وجيز انه قدروا يتعرفوا على الجاني المتهم الرئيسي في هذه الجريمه البشعه هذه. كنشكرهم من هذا المنبر، وكنبغي نوجه واحد، كنبغوا اللي بغينا بين العداله، بغينا انه العداله تتحقق، بغينا بين حق السي محمد الله يرحمه مسكين ويواليه برحمه الله في هذا النهار ديال الجمعه انه تحقق ليه وتحقق العداله، لانه ماشي غالينا احنا ولا الشعب كامل، فهمتي ما بقيناش بغينا هذه المسائل هذه تكرر في البلاد ديالنا، ولا فهمتي ما بغينا تكون عبره لمن سولت نفسه واللي سولت لي نفسه ديالو انه يدير بحال هاد الجرائم هذه. شي كنشوفوها في افلام.